حان الوقت كي نقوم بإعادة النظر في طرق تسجيل متابعة وإنجاز المشاريع العمومية. فلقد سبق وأن ذكرت رقما مهولا عن إعادة تقييم المشاريع العمومية في ظرف 15 سنة، وقد بلغ هذا الغلاف المالي 8900 مليار دينار جزائري. ولا أخفيكم القول بأنه كنا نقوم بتسجيل مشاريع والانطلاق في إنجازها من دون نضج ومن دون دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المشاريع، إلى درجة أنه توصلنا اليوم بإحصائيات تنبئنا بأن هناك مشاريع انطلقنا في إنجازها في 2001 ولا زالت قيد الإنجاز بالرغم من أنها كانت مسجلة على طريق الاستعجال.